عليك والله يمسيكم بالخير. هذا في رجال متزوج وعنده 3 أولاد وبنت، أموره المادية ممتازة. يقول دخل يوم من الأيام المغرب على القهوة وكذا، ألا زوجته جايب القهوة والشاي وعياله موجودين، وين عيالي؟ قالت عيالك أنا حطتهم بالغرفة، أبغاك في سالفة ولا أبغاهم يسمعون. قال عسى ما أشر، عسى ما في شيء، عيالي أهلي ما فيهم شيء. قالت لا ما في شيء، بس أنا أبغاك تطلقني. قال إيش؟ يقول وانهار بالضحك. طلقني. قال تراني جادة، تراني ما أمزح. قال وش حصل مني وش؟ يقول أنا استغربت، يقول أبي أفكر ما قدرت، يقول تقفل مخي. قلت لا خلاص، تبين الطلاق 3 أيام مهليني، خلني أفكر وذا ويحلها ربك وأبشري. يقول وجلست أفكر وش أسوي، وش اللي خلاها تطلب الطلاق؟ يقول ما بيني وبينها شيء. يقول وهواجس تروح وتجي، لا يكون أحد متكلم من وراي وكذا، وخرب سمعتي وأنا ما سويت شيء. يقول وش الأصوات؟ وأتذكر يقول إنها عندها صديقة مغربة، هذه بنت خالها. يقول بنت خالها يقول لازمتها دائم تروح معها وتجي معها. يقول بنت خالها هذه متزوجة كانت أول وعندها عيال وخلعت زوجها. يقول قلت أنا في نفسي الصاحب ساحب، يمكن أنها أثرت عليها وخلتها تطلب الطلاق. يقول أخذت أفكر، قلت أكيد أنها مثرة عليها. يقول قلت فكرت في فكرة، قعدت أفكر وفكرت في فكرة. يقول يوم جلست أنا في الصالة كذا، يقول وأشوف جوال زوجتي، يقول وأخذه وأطلع رقم بنت خالها. يقول وأخذ الشريحة وأخذ الجوال، قلت أبي أكلمها، قلت أخاف أني أكلمها من جوالي وأنها يصير جوالي مخزن عندها. يقول وأدق عليها وأقول لها فلانة، قالت هي نعم. قالت من معي؟ قال أنا من طرف الخطابة أم عبد الرحمن، ترى أنا مكلمة عن زواجي وكذا، وعطتني مواصفاتك وعطتني رقمك وما ذكرتك إلا بكل خير، وعطتني مواصفاتك وكذا، ترى كل المواصفات اللي قالت لي إياها كلها عجبتني، وأنت المرأة اللي المناسبة لي وأبغى أتقدم لك. قالت وين تشتغل؟ وين كذا وين كذا؟ قال أنا أشتغل في المكان الفلاني وأنا أموري مادية ممتازة وكذا. قالت طيب أنا بشاور أهلي. يقول ما أعطيت اسمي. يقول بشاور أبوي وأقول له وكذا وبرد عليك من بكرة. قال خلاص تم. يقول يوم جاء من بكرة، يقول جاء عند زوجته وكذا، قالت له ها عساك فكرت زين وخلاص، انا ابغى خلاص ابغى اطلق. قال ما عندك مشكله، انا خلاص كلمت لي خطابه وعطت لي رقم واحده وكلمتها واتفقت معها وان شاء الله اني بتزوج. قال شو المره اللي بتاخذها من الشارع وكذا وخذت رقمها من الخطابه وتكلمك؟ قال انت مالك صلاح، خلاص انت ما تبيني، تبين الطلاق خلاص انا بشوف حياتي. قالت لا الأصول إنك تخطب رسمي مو كذا وكذا. قال ما عليك، قالت ترى بنت ناس هذه وتراها من أقاربكم. قال كيف من الأقارب؟ قالت بنت، قالها بنت خالك. كيف بنت خالي؟ قالت تكذب. قالت لا، قالها لا بنت خالي، بنت خالك تراها البنت. قال تبين أوريك المكالمة؟ تعالي. يقول يفتح جواله ويشوف كم قعدت معاها، بالقوة اني سكرت ولا انها طولت معي، اخذت معها حوالي 7 دقائق 8 دقائق اتكلم معها. قالت كيف ما يصير وكذا؟ قال هذا اللي حصل، خطب وصلتني لها. يقول شوي ويدق التليفون. يقول يوم انه يدق التليفون يقول يطلع اسمها. قال شوفي هذا بنت خالك دق عليه، خلنا اكلمها قدامك. قالت لا تكلمها ولا شيء. قالت انا وثقت فيها، انا كذا، وهي اللي كانت تقول لي اتركي زوجك. يقول كانت يقول كنت في البدايه كنت ما اهتم فيها، يقول كل بين فتره قامت ما غير تقول لي زوجك خذي حريتك روحي
واتركي وخليك لحالك شو انا اروح واجي وكذا. وهي المره هذه قالت لي انا مستحيل اني اتزوج خلاص، انا شفت حريتي وكذا، لو يجيني اي واحد غني عنده المواصفات اللي فيها انا ما ابغى احد خلاص، انا شفت حريتي. والحين تبغاك انت تبغى تتزوج؟ قال انا جاء رقمها من الخطاب وكلمتها، وهي ما تدري ترى ان انا ولا اعطيتها اسمي. قالت تخرب علي زوجي وكذا، واخرتها هي تبغى الزواج. يقول ويصير زعل بينها وبين بنت خالها. يقول وقالت خلاص انا ما ابغى اتطلق ولا ابغى شيء. يقول جات واعتذرت وتاسفت وسامحني، يقول نهارت بالبكاء. يقول انا كان ضيعت بيتي ضيعت عيالي، واخرتها هذه اللي قالت لي لا اتركي زوجك هي تبغى الزواج. سبحان الله، الواحد ينتبه عندك زوج والله معطيه والرجال يعاملك معاملة زينة واموركم طيبة، وش راح تخربين على نفسك ولا تسمعين كلام فلانة ولا فلانة؟ ما يدري الواحد سبحان الله، يمكن هذا واحد حاقد هذا حاسد، يمكن الواحد سبحان الله يتمنى لك ما يتمنى لك الخير. وهذه قصتنا انتهت، وإن شاء الله نالت على اعجاب الجميع، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمة.